إذا شكت فيكن وكشفتكن رح تحطكن بالسجن وتتهمكن بالاحتيال. بس طيب انتو ليش هيك عملتوا يا بنتي وليش ما سمعتوا كلامي؟ وانتو ما قلتوا لنا قبل ما ترضوا على حالكن تعملوا هيك شغلة؟ بتعرفوا نحن قلوبنا احترقت من المنظر، وأسوأ شي بالقصة انه كان لازم نخبي قدام بارفي مشان ما تخرب الخطة ويروح كل تعبنا على الفاضي. ليكي بنتي، نحن عشنا كتير بهالدنيا وصدقيني نحن عم نساوي هيك كرمال نحميكن انتي وميت. بابا اسمعني، كمان اللي عم نساوي هلأ انا وميت كرمال العيلة. انتو شو مفكرين؟ رح نقعد نتفرج كيف بارفي ديفي ببساطة رح تبيع هذا البيت يلي هو شقة عمركن وما نساوي شي؟ يا بنتي هاي بارفي ديفي وحدة خطيرة كتير. طيب بابا ليش؟ نحن خططنا خطة قوية والخطة تبعنا نجحت، وهي بارفي وقعت بالفخ اللي رسمناه لها. لهيك أنا بدي أطلب منك طلب إنه نكمل وما تخلينا نتراجع عن القصة. طيب بس عندي شرط، أنت وابني ميت بتديروا بالكن على حالكم. ماشي. أنا ما عم بسمع أي صوت، هاي كيف عم بتعاقبهم؟ وهنن ما عم بيصرخوا ولا عم بيتوجعوا، مو غريب هذا الشيء اللي صاير؟ يعني شو عم بتساوي؟ ما في ولا صوت. لازم فوت. بترساكي لا تضربيني هيك يا ماني، سامحيني هالمرة. بترساكي لا تضربيني هيك. خذي. بترساكي. يلا 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 بلشي خلصينا. بترساكي خلاص لا تضربيني، ما عاد عيدة. بترساكي خلاص، بترساكي خلاص وقفي. سلم هالإيدين، شكراً إليك. كمان أنا اليوم بدي ساوي حفلة بمناسبة هذا الاتفاق. حضرتكم روحوا ارتاحوا للمساء وأنا راح جهز كل الوراق مشان التوقيع. بس كمان أنا لسه بدي منك شغلة صغيرة قبل ما تروحي. بدي ترجعي تضربيها ضربة قدام عيني لحتى يبرد قلبي شوي. من بعد إذنك. أنتي بتعرفي إني ما بحب أظلم هدول الناس وما بحب أضربهم من الأساس. بس وقت حدا منهم يغلط هيك فهو أكيد لازم يتعاقب. وإنتي يا بارفي ديفي كنت كتير كريمة معنا، لهيك أنا مستعدة أضرب هاي المرة كرمال عيونك وكرمال ترتاحي. انتي تعي لعندي. سامحيني هاي المرة بترزق. نحنا أكلنا نصيبنا فوق ومش الحال. ما
انكب علي مي ببيتك وانت شككتي فيني، وانا لو ما بوفي بكلمتي كنت رح اتراجع عن الاتفاق اللي صار بيننا بخصوص البيت. اسفه كتير، انا بعتذر منكن ولا تزعلي مني.